السلام عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا غايه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع لاسوب دونيون تاع الدجاج بالكوكا اللي يجي بنين بزاف. هذه في الحقيقه وصفه فرنسيه، ومام هاد لاسوب دونيون فرنسيه. المهم هنايا غادي نديرو شويه تاع الزيت في المول تاعنا، غادي نديرو ليكويس تاعنا، وهنا ماشي اوبليجي ديرو ليكويس. اللي كان عندكم مرسوي تاع الدجاج اللي عندكم ديروهم، نديرو عليهم هذيك لاسوب دونيون، ما نزيدو عليها والو، ونفرغو عليها الكوكا. هذا ما ديرو، ما نديرو لا لي زيبيس لا والو، هاد لاسوب دونيون فيها كلش. المهم هنا كما راكم تشوفوا غادي نفرغ ساشيه تاع لاسوب دونيون، ونزيد عليها الكوكا، وندخلها للفور حتى يطيب لي الدجاج تاعي ونخرجها. كما راكم تشوفوا هنا غادي نزيد عليها الكوكا، غادي نزيد واحد الكاس وشويه. ولا كان عندكم كانيت كوكا تاني ديرو كانيت كوكا ديريكت، يجي بنينه بزاف، سورتو لي يبغوا سكري سالي تجي هبال. المهم كما راكم تشوفوا هنا غادي نفرغ عليها، غادي نزيد عليها شويه تاع الزبده باش تعطينا هذيك الحموريه تاع الدجاج، تجي شابه بزاف. غادي نزيد عليها في كل مورسو ندير شويه تاع الزبده، ونشعل، نكون مشعله الفور تاعي على 180 درجه ولا 200 درجه باش يطيب في غرده. وهنا غادي نجي بابي كويسون اللي كنت مشمخاته، ونغطيه وندخله للفور. وهنا بعد ما خرجت الدجاج تاعي لاصوص كانت عاقده، والدجاج تاعي كان محمر غايه. المهم هاد الوصفه هبال، ما تنسوش باش تخلو لي جيم و كومونتير.